حياكم الله، سعد الله بالخير أوقاتكم. وأول الحديث، أول الحديث لهذه الليلة مع ضيفي الكريم الكاتب والمفكر الأستاذ غالب الشابندر. حياكم الله، مساكم الله بالخير أستاذ غالب. يا أخي العزيز، كل الهلا بحضورك ووجودك الكريم. الله يحفظك. الله يحفظك. من هو غالب الشابندر من وجهة نظر غالب الشابندر؟ كيف يعرف نفسه؟ هل هو إسلامي، مدني، علماني؟ هل هو نخبوي، شعبوي؟ هل هو ديني أم لا ديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني أنا كل ما راجع نفسي وراجع أفكاري وتصوراتي وتقلباتي بكل صراحة أيضا، أشوف نفسي أنا يعني نتاج أربع انتماءات. الأول هو الوطن، والثاني هو القومية اللي هو الوطن العراق العزيز، القومية هي العروبة، والدين هو الإسلام، والمذهب هو التشيع. فأنا في الحقيقة نتيجة هذه الانتماءات التي هي بطبيعتها انتماءات جبرية، ولكن هناك من يتلقى هذه الانتماءات أو إيحاءات هذه الانتماءات الجبرية ويجمد عليها بشكل سكوني، وهناك لا، أنه ينتمي ويتلقى من هذه الانتماءات وفي داخله يمارس عملية دمج ما بين ما توحي ومدام. كذلك التجربة لها دور جدا كبير. فهاي الانتماءات في الحقيقة، الوطن الذي هو فوق كل شيء، ثم الدين، ثم القومية، ثم الدين، ثم المذهب، كل هذني أنا أنتمي لهن. وخلاصة هذه الانتماءات يعني حتى باتجاهات الماركسية، حتى باتجاهاتي اللي هي بعض الناس يعتبروها علمانية وهي ليست علمانية إنما هي مدنية، لأن أكو فرق ما بين العلمانية والمدنية. يعني الجزء الغاطس من غالب الشابندر، الجزء الغاطس من غالب الشابندر تقريبا، الجزء الغاطس من غالب الشابندر الحقيقة هو الإسلام المطعم بالماركسية واقعا. يعني أنا انتميت للحزب الشيوعي العراقي من نعومة أطفالي، كان عمري 13 عاما، وكان مسؤولي توفى قبل سنتين تقريبا، اسمه سيد عبد، وكان يسمى فجلوف لأنه يبيع فجل، فقام مسؤول. لكن هو كان شيوعيا عنيدا وصلبا، وإلى أن توفى كان هو وفيا إلى عقيدته ووفيا إلى ماركسيته. فالحقيقة الثقافات والقراءات لها دور جدا كبير في تلوين هوية الإنسان وشخصية الإنسان. الجزء الظاهر من غالب الشابندر متهم باستمرار من شتى، متهم باستمرار اتهامات شتى، من العلمانيين مرة، من الإسلاميين مرة، من ما إلى ذلك. الجزء الظاهر من شخصك، من شخصيتك، متهم دائما. هذا ما أجده في مواقع التواصل، هذا ما أجده في وسائل الإعلام، هذا ما أجده في الشارع مثلا كباحث عن غالب الشابندر. هذا الاتهام جاي نتيجة جاي من الناس الذين سكنوا وانسكبوا في انتماء محدد. فالإسلام المتشدد يقول غالب ليس إسلاميا لأنه يتكلم بالماركسية. الماركس المتشدد على الطريقة الستالينية أو على طريقة خالد بقداش يقول هذا مو، لأنه يؤمن باللاهوت. تلاحظ القوم المتشدد يقول إلى أنه هذا مؤمن. فهاي الاتهامات هي مردودة على الآخرين من جهة إلى أنها هي صادرة من وجهة نظرهم المحددة. لذلك إذا مثلا ربما إذا تجد إنسان شمولي وعقل منفتح ومستوعب هذه الأفكار ربما ما ينتقد هذا الانتقاد، ربما يقول غالب الشابندر إنساني. واضح له لا؟ فهذه نتيجة لزاوية محددة، ويصوب بعض الناس تقتهم إلى الآخر من زاويتهم المحددة. لذلك تنشأ هذه الإشكالية. يعني بدأت حياتك معلما، ما الذي علمته ويليق بغالب الشابندر؟ ثق واعتقد علمت الأطفال من السادس ابتدائي، من الأول ابتدائي. في أي سنة؟ في أي سنة؟ على الثورة. أستاذ غالب في أي عام؟ في أي عام هذه البدايات كانت كمعلم؟ من الستينات. ستينات يعني. نعم. يعني أضرب لك في المثال، يعني أنا كنت مثلا طلاب، كان عندنا هناك طقس موجود أنه من يجي المعلم يقولون القيام، هو يقولهم جلوس. فأنا معلمهم أنه من يقولون القيام يصيحون يا ناس ما عندنا قلام.
من اقول لهم جلوس يصيحون يا ناس ما عندنا فلوس. هذا انا زرقتها في نفوسهم، والى الان بعض الطلاب سبحان الله اتذكرها لك التقيهم وينبهوني على هذا الشعار اللي موجود، وهو شعار طبقي قيام ما عندنا كلام. هم يصيحون يا ناس ما عندنا كلام، انا اقول لهم جلوس، هم يصيحون يا ناس ما عندنا فلوس. ولذلك كان كثير من الصراع ما بيني وبين مدير المدرسة، مهما كان هذا المدير، هذا المدير يقول راح أجيب لنا طلابه، هذا المدير يقول راح تحبسنا وتورطنا، هذا المدير كذا، هذا المدير كذا، إلى أنه بعدين بالأيام الأخيرة وقبل هروبي من العراق نقلت إلى أكثر من مدرسة في السنة الواحدة، من قيام يا ناس ما عدنا قلام إلى قيام عاش القائد صدام. تطوى مسافات وتحترق مراحل. نعم أيه؟ في الحقيقة هذه يعني من هالفترة هاي هي فترة معاناة وفترة سجن وفترة هروب وفترة جوع وفترة النوم في حديقة الأمة وفترة الأزقة وفترة، يعني هذه فترة بقدر ما هي شاقة وبقدر ما هي صعبة وعسيرة ولكنها كانت مربية. تعرضت للاعتقال؟ نعم كانت مربية. نعم حقيقة الانتماء العقائدي أو العقدي إذا صح التعبير والانتماء السياسي إذا ما بمشقة ما بأي لذة يكون عبارة عن ترف في الحقيقة. كم مرة تعرضتم للاعتقال؟ كم مرة تعرضت للاعتقال؟ ثلاث مرات. مرة سنة 1970 وسنة 1974 مع الشيخ عارف البصري الله يرحمه، وسنة 1976 بمصادفة انتفاضة رجب، وكنت معتقلا في سجن رقم واحد في شارع في معسكر الرشيد. نعم كنت معتقلا هناك ورأيت بعيني الرؤوس ورأيت بعيني التعذيب، لأن كان التعذيب في أشده في ذلك الوقت. بعدين ورد 76 صار التعذيب أكثر يعني، بس الحرق والجلد ولوي الإذن وكسر الأصابع كلها أنا شفتها. هذه الاعتقالات كانت مسببة بانتماء إلى فراغ حزب الدعوة فقط، مو على خلفية انتماء الشيوعي أو كذا، كلهم حزب الدعوة. لا لا لا, لا, لا. كتابك خسرت حياتي. أي. كيف خسر غالب الشابندر حياته؟ هو خمس أجزاء صار. خمس أجزاء. والله خسرنا حياتنا لأنه يعني عملنا مع أناس، هؤلاء الناس أو هؤلاء الناس لم يفوا بعهدهم إلى ما تعاهدنا عليه. فلو كان عامل منفردا كان يكون ربما الإنتاج أكثر وربما ضميري يرتاح أكثر وأحس إلى أنه ربحت، فهي خسارة وصارت لقمة سائغة في أفواه الذين لم يروا سجنا ولم يتحملوا هجرة قاسية. أعطيك سر أنه جميع القيادات السياسية الإسلامية الآن الموجودة في الحكم لم ينل أحد منهم ضربة واحدة أو صوت واحد في سجون صدام حسين. جميع أبدا أعرفهم واحد واحد. أبدا أبدا. من الذي يرضى عن غالب الشابندر؟ من اللي يرضى عنه؟ أو والله هذا السؤال خو صعب. بس كأمنية أرجو اثنين يرضون عني، الله عز وجل وفقراء الناس. الله وفقراء الناس. شوف اليوم أنا شفت مشهد هزني من الأعماق. ثق واعتقد، أنا كنت في السيارة تاكسي وهو صديقي السائق، إجا طفل عمره حوالي 10 سنين بيده ماي بارد، يبيع ماي بارد، يبيع هاي الزجاجات. فأنا هسه قد الأجر يروح لكن أما بنعمة ربك فحدث، فطلعت له 5000 أعطيتها. قال لي لا عمو ما آخذ. قلت ليش؟ من قال إلا تأخذ بطل. والله شعرت الدنيا انقلبت في عيني. نعم. طفل لا يتجاوز عمره 10 سنين هاي العزة النفس العالية عنده هذا الطريقة وهيك. قال لي لا عمو ما أخذها، ما إلا تأخذ إلا تأخذ. هذا قارنة بالقيادات السياسية الموجودة الآن. ما تشعر خسرت حياتك أنت عندما تعمل ولم تعمل على خدمة هؤلاء الناس؟ بداية التغيير ما كانت أيديهم بيضاء، لم يتلوثوا بالسلطة لا وبهرجة المناصب
وبالتالي كان لغالب الشابندر ممكن أن يمضي معهم في مشروع بأي فكرة كانت يعني، غير عملية التمرد اللي استمرت إلى عقدين يعني وأكثر من الزمن. يعني للتاريخ، أنا والأخ إبراهيم العبادي أبو برير كاتب معروف طبعا تحياتنا له، عرضنا أنفسنا مجانا للعمل مع الأخ نور المالكي مجانا، مجانا وبلا راتب، وقلنا له لا نريد شيئا سوى غرفة فيها كمبيوتر وفيها أوراق وفيها أقلام وفيها طابعة، ولا نريد شيئا لا راتب ولا كذا، لأن احنا عايشين بالسويد وكفين. ولكن السيد نور المالكي وبإيحاء من شياطين لا يزال موجودين رفض هذا، ودخلت في معركة معه في داخل القاعة، وكان هناك يعني كلام عالي ما بيني وبينه. عرضنا أنفسنا، وأعتقد أن كثيرا منهم لا يرتاحون لمن يريد أن يعمل مجانا، لأن ذلك يسلط الضوء على الأنانية وعلى الإثراء وعلى الابتزاز وعلى هذا الانهماك المخزي في مادة الحياة الدنيا. تمردت 20 عام على هذا الواقع السياسي، سيما مع يعني مع من الآن تتحدث عنهم كسيد المالكي وقيادات أخرى في حزب الدعوة أو قيادات إسلامية شيعية أخرى ثانية، نتيجة هذا التمرد وعدم الرضا والثورة و الانفعال والغضب وما إلى ذلك، سميهم ما شئت جدا. نتيجة هذا التمرد هو الانعزال الأكثر عن القيادة السياسية والعمل السياسي، ولكن الانصهار الحقيقي في الشارع العراقي. أحمد الله عز وجل أنه أنا أينما أذهب وتلقى بالترحيب وبالمصافحة، وأي مكان أروح أقف شارع واحد يمكن أقف به 5-6 مرات من أجل أتحاور مع شخص أو شخص يتحاور معي. هذه ثمرة التمرد. هذه ثمرة، وهذا أشكر الله عز وجل عليه، وأتمنى من الله عز وجل أن يديمها علي. قنوع أستاذ غالب، أنت قنوع مقتنع، لديك قناعة. ولذلك هاي الحصيلة جاءت تحت يافطة رياء من أجل الفقراء، وصورني وأنا ما أدري. الحمد لله. أنا مقتنع وأنا شخصيا عندي حالة نرفزة وعندي حالة من الحساسية السلبية اتجاه الأموال من أشوفها مكدسة. يعني إذا رحت إلى فد مصرف أو رحت إلى فد مكان وشفت فد أموال مكدسة أحس بيها اشمئزاز، لا أدعي العفة بس أحس اشمئزاز بيها. ثق واعتقد. نعم، لا يعني هذا انه لا اسعى، لا يعني هذا الا انه لا يعني اذا اجتني ما اخذها، ولكن من اشوفها مكدسه بهذا الطريق احس بنوع من يعني ايدي ما تتحرك، ما اعرف ليش يعني. نعم استحقاقاتي وكذا بدل شنو هذا شيء اخر، لكن عندي مع هاي الحياه الماديه وهي تقريبا جبريه، يعني قد يكون هي مو بارادتي. طيب بالجبرية، فلا أدعي فيها إلا أنه أنا شريف أو إلا أنه أنا عفيف، ربما هو طبع جبلت عليه من الله عز وجل من الطبيعة، شنو تقوله يعني. لذلك في الحقيقة اتجاهي يعني اتجاه شعبي مو شعبوي مثل ما تفضلت. نعم. اتجاهي مع الفقراء والمساكين. هذا طبعي يعني، هذا اتجاهي يعني. هل هو بإرادتي؟ بصراحة ليس بإرادتي، حتى ما أريد أقول لنفسي أنا شريف والآخرين مشرفة. بإرادة من؟ هو كل واحد، الله سبحانه وتعالى صبغة الله التي صبغ الناس على كل واحد صبغة يعني. يعني هسه واحد عنده طبع، إلى أنه أنا شايف ناس عنده طبع مهما ملأت جيوبه من المال يطب المزيد. واحد عنده طبع مهما امتلأ أو مهما مارس من شهوة الجنس أو شهوة الطعام يطلب المزيد. نعم. فهو طبع يعني، هذا الطبع من الصعوبة تعليله ومن الصعوبة تفسيره. انتقدت كثيرا تجربة الإسلام السياسي. نعم. الشيعي بين. نعم. مقتبسين. نعم. عندك إشكال بالمشروع أم بالشخوص أستاذ غالب؟ لا، هو المشروع الإسلام السياسي قائم على أساس الدولة الإسلامية. زين، بس الدولة الإسلامية الآن كمشروع وكذا انتهى في الإسلام السياسي،
دخل مشروع المحاصصات ودخل مشروع الوزارات ومشروع المكاسب، ولذلك لأنه ماكو الآن إسلام، حتى إسلام سياسي ماكو، لأن النظرية الإسلامية السياسية وينها موجودة يعني؟ وين موجودة؟ موجودة بالوزارة يعني؟ إنه واحد يحصل وزارة الصناعة مثلاً؟ وين موجودة بالتشريعات مثلاً؟ موجودة وين يعني؟ موجودة في المجتمع؟ لا تجدها، ما موجودة. ولذلك في الحقيقة هم ذول الآن مشاركين سياسيين يعني، مو مشاركين عقائديين في العملية السياسية، وإنما عملية سياسية وهؤلاء سياسيون. أما هل هم إسلاميون؟ ما ينطبق عليهم الإسلام من الناحية التطبيقية، مو من ناحية صلاة وصوم، لكن من ناحية سياسية. تهاجم الإسلاميين الشيعة بكثرة دون غيرهم يعني، إشكالك أو هناك من يرى، هناك من يرى أنك تتعامى عن منجزات ما حققوا طيلة فترة من 2003 فترة التغيير وإلى الآن. أكو مسألة تعامي، ودائم الهجوم، دائم الانتقاد لهم لا لسواه. نعم، هذا بي شوية من الصحة، خلنا أكون واقعي وياك، ولكن أسلط الضوء على هذه المفارقة. أولا أنا لست بس القيادات الشيعية، وإنما القيادات السنية، حتى إلى أنه قبل أيام خبيس الخنجر كان رافع علي دعوة. الحلبوسي أنا هاجمت، الخنجر مشعان الجبوري أنا هاجمت، ذاك اليوم ثائر كذا وقفت بوجهه وقفة قوية، فالقول شفته. أما القول بأنه أنا كذا، لكن ليش يحس في نفسي إلى أنه إحنا أعطينا هاي العشرات الآلاف من الضحايا ويكون الإنجاز بهذا القدر البسيط؟ واضح ولا؟ أخي العزيز، كن على ثقة، من سنة 1974 من جاء حزب البعث الجائر إلى الآن إحنا عطينا مئات الآلاف من الشهداء، اللي قطرة واحد منهم يعني يشرف العشرات والمئات من البشر. نتيجتها والله شنو؟ شو موظف أو نتيجتها شو وزارة؟ أكو مطاعم تفتح ولحم دي رحم الله، وزارة وزارات عائلية. أها، شو تريد أقول لك؟ هاي الديوانية مو شيعية؟ أي طبعا. دور حسادة قل لي شنو وضعها. هاي السماوة مو شيعية؟ قل لي شنو أنت وضعها. تخاطبهم تقول لهم لماذا لم تتقاتلوا على الديوانية؟ لماذا ذهبتم باتجاه البصرة وتتقاتلون على البصرة؟ رحم الله والديك. ليش؟ لأن الديوانية ما بيها فلوس، كتبت فيه متصفحك ما بيها فلوس. فأني من هذا أقول لهم أنتم أخوان لكم. شوف أخي العزيز، يعني أخي العزيز، أنت إعلامي وتعرف، أنت تعلم أن هناك ناس ما يجدون قطعة لحم موجودين. أنا هذه أنا حاس بها وأعرفها. أحدهم يستشهد يقول أنه المطاعم منفتحة وعليها زخم. الله يغفر له وغيره عندما قال إلى أنه صحيح ماكو، الجميع ما يشترون كيلو لحم، بس يقدر يشتري كيلو عظم مثلا. هو قال، مو أنا طبعا طبعا هو قال، سمعت. فأنا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن اليوم أو البارحة قرأت تقرير إلى وزارة التخطيط إنه نسبة الفقر في العراق 20% ونسبة البطالة 16%. طبعا هي كذبة، لأن نسبة البطالة أكثر من 16%. طيب. وأكثر من 20%. وهذا يجي يقول لي ماكو فقير، أنت هذا شو تريد تقول لي يعني؟ سرقات هؤلاء وفسادهم لا يمكن مقارنتها بيوم واحد من أيام حكم صدام. حتى لو مهما يعني مهما عاثوا في الأرض فساد، مهما سرقوا، مهما مهما مهما، لكن إذا تجي تناظر الموضوع، وجودهم الآن كزعامات قياسا بما كان يحصل من أيام وقمع صدام والمقابر، وما هل هم جرى من هذه الجرائم؟ الكفة لا يمكن أن تميل لي. لا، شوف أقول لك شيء، مهما فعل هؤلاء، بس صدام فعل فعلة كل ما موجود الآن من بلاء هو من هذه الفعلة. قل لي شنو هي الفعلة؟ شنو؟ قتل الشخصية العراقية بداخلها. أها. لأنه لما طرح نفسه أنه صاحب 99 اسم. إيه. الفاتح العربي والكتاب العربي. وانكتبن على. ورسرت يعني. يعني شنو معناها؟ يعني الآخرين عبيد. وكان جهد الجهيد أن يجعل الإنسان العراقي يشعر من داخله أنه صدام إله. هذه
هي اللي خلقت كل هذا، وهي التي خلت الشارع الآن يعني يتساهل مع هؤلاء بهذه يعني الطريقة. يعني هؤلاء جاءوا من ركام صدام، هؤلاء خربوا الإنسان من الخارج. وصدام خربه من الداخل، من الداخل. والتخريب الداخلي هو من أخطر ما خصصه صدام. شوف أنا ثق أعتقد أنا أخوتهمون صدامي وقالوا بشعر صدام وكذا وإلى آخره، الله يغفر لهم على تعالى. أنا صدام كتل أخوي وكتل زوج أختي وكتل وأختي ما شاء الله. نعم. بس صدام سوى جسور وسوى قصور وسوى وسوى، لكن ما قيمة كل هذا، ما قيمة الإنسان إذا ملك العالم وخسر نفسه؟ خلانا بداخلنا ذو أنفس مستهلكة، لذلك نشأت شعار الحائط أذان طبعاً. ولذلك هو صنع إنسان متهرئ من داخله، وبالتالي جاءوا هؤلاء ماذا فعلوا؟ من هؤلاء جابوا القضية الطائفية والفقر والكذا والمدري شنو، فكملوا ما بدأه صدام. صدام بدأ شرا وهؤلاء أكملوا هذا الشر بطريقة. أكو نبرة الحكومة الشيعية، الحكومة الشيعية نعم هذه النبرة موجودة. أكو حكومة عوائل شيعية كما أنه أكو حكومة عوائل سنية. وين الشيعة اللي يحكمون؟ وين الفقراء والمساكين هم اللي يحكمون؟ عائلة فلان وعلان وبلان كلهم موجودين، والآن هو الصراع ما بين عوائل، وكهم بأبشرك صراع داخل هاي العوائل نفسها فيما بينها. بمعنى أقرب حتى الناس تفهم، صراع العوائل بمن يتجسد الآن؟ يعني هم هذول الموجودين، هاي أسماءهم يعني معروفة، هم قيادات الأحزاب وكذا، ما اللي يجيب الاسم يقول أنت تجيب أسماء أولية. والله يعني أي رئيس وزراء معتم الآن أو أي قائد سياسي الآن هو جايب من عمه ومن خاله. من السياسيين تعتقده يليق بالعراق الآن؟ الآن؟ أي منذ التغيير وصولاً إلى هذه اللحظة التي أحمد الشلبي كان عندنا. أحمد الشلبي حقيقة يليق يعني كان لكنه حيدر العبادي، واحد عم يحشيها الله، حيدر العبادي إلى حد ما مضى في الطريق المدني للدولة، لكنه كان غير مقدام حقيقة يعني. أما الباقيين أعتقد الشيعة السوداني الآن لا بأس يعني دي يقدم في الشيء. يبدو أن الجماعة متساهلين، يبدو أنهم متساهلين معك كثيرا، بدليل أنك تنتقدهم طوال 20 عام ولم يفعلوا شيئا حيالك، لا تهديد ولا وعيد ولا تعرض ولا أي شيء. صحيح. أي واقعنا. أقول لك ليش؟ نعم يجاملونك مثلا يعني؟ أقول لك لا يأبهون بما تقول مثلا؟ لا يأبهون ويجحشون بي وباكو هذا اللي هو ما أقول لك. طيب هم بيناتهم يقولون أبو عمار صادق مع نفسه ولكنه قاسي. أها طيب يعرفون كل شيء. وهاي القسوة مرات تقض مضاجعهم، ها تقض مضاجعهم، تعريهم مرات هذه قسوتك. اي بيناتهم يقولون يعني يقولون انه صحيح. وخاصة اكو شيء انا بتاريخ دعوتي لا اثريت ولا يعني مثلا صرت رئيس ولا كنت اسعى الى اكون رئيس حزب ابدا نهائيا. كان شغل تثقيف وتعليم وكتابه، وانا كنت اكتب التقرير السياسي لحزب الدعوه في ايران. كتب احدهم في واحده من التعليقات، انا حقيقه لفتت انتباهها هذه القصه، كتب لك يعني وانت في يعني في معرض ما تكتبه من منشورات، كتب الرجل خرج خالي الوفاض صفر اليدين منهم، ولذلك هو حينما راى هذا رده الفعل من المالكي من حزب الدعوه من كذا بدأ بالهجوم، وإلى اليوم هو يهاجمهم ويسهب في هذا النقد ويتواصل. الجواب كلش بسيط، الوصول إلى أي مركز أسهل ما يكون بالنسبة للغالب الشعب. طبعا هذا لو متفاهم وياهم من أول مرة أوصل لأي مكان لا أريد. أصلا هو أنا طبيعتي فوضوي، لا تنسجم مع الوظيفة ولا تنسجم مع الدولة. أنا إذا ما أقعد الصبح واشرب شاي على كيفي، واذا ما قعدت على الرصيف واكل اللفه على، ما احس براحه ولا احس بلذه، وهم كل اخوي يعرفوها. اقول لك فريق شيء، هم يعرفون انا في طهران الوحيد من الكبار والصغار الموجود ساكن في بيت من يمر من سياره كبيره يهتز على ساعه ويهتز، وهم يعرفون ذلك. انا الوحيد في سوريا شلت قاعد في قبو بغرفة واحدة أنا وأولادي الأربعة. أقول لك أكثر من هذا؟ تشوف شو؟ أنا الوحيد اللي منهم هذول الكبار لم أملك سيارة ولا أزال وأفتخر.
فهذول ذا يحشون هذا يكشف عن نفسه في الحقيقة. وأنا كما قلت لك رب سائل بسؤال وهو أدرى بجوابه. لماذا لم يتبلور إلى الآن مشروع شيعي حقيقي منذ التغيير وإلى الآن؟ هذا سؤال مهم، لأن الذين جاءوا ليس بنية القيادة بقدر بنية الاستحكام السلطة والسيطرة. لو كانوا بنية القيادة لكان مشروع. ولا أريد أسألك سؤال، ما الذي يمنعهم الآن هم من أن يكونوا أصحاب مشروع؟ شنو اللي يمنعهم أن يجلسون ويطرحوا؟ أسأل أريد أسأل سؤال يعني حتى إسلاميا، ما هو الفرق بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى من ناحية إسلامية؟ كلكم إسلاميين وكلكم تقولون الدولة الإسلامية وكذا، أو حتى العصابة أو حتى كل غيره، فليش كل هذا بهذا أنتم مختلفين بهالشكل هذا فيعني معناها القضية قضية استحكام، ثم هاي الانقسامات اللي تصير يعني انقسام صار بحزب الدعوة في إيران، هنا أنا في داخل العراق صارت انقسام تنظيم العراق اللي هو تأسس في إيران بجهود معينة تشقوا الحزب، إجنا هنا جاب العراق قسموا هم قسمين، قسم يقوده خليل الخزاعي وقسم يقوده عبد الكريم العنزي طبعا وبداخل العراق ومن بعد ما انشقاق من حزب الدعوة الأم نفهم شلون؟ نعم. هذا شنو كلها يعني مبادئ وأفكار وقيم؟ بالتأكيد هذا انقسامات ومشاريع يعني موضوع السلطة وموضوع تبادل اقتصادية من وجهة نظرك طبعاً. إيه أبو عمار أنا أروح الفاصل وبعد ذلك نرجع نكمل إن شاء الله، وسعيد بوجودكم شرفني أيضاً يعني. فاصل قصير نعود بعده لتكملة مشوار أول الحديث مع ضيفي الكريم الكاتب والمفكر الأستاذ غالب الشابندر، متفضلين أحبتي ابقوا معي. حياكم الله مجددا أحبتي، وأول الحديث مع ضيفي الكريم الكاتب والمفكر الأستاذ غالب الشابندر من جديد، جد تحية بيك. من تعتقد أنه سيلي أمر المرجعية ما بعد لا سامح الله رحيل السيد السيستاني الذي من المتوقع أنه سوف يترك فراغا كبيرا؟ فمن وجهة نظرك الحقيقة هذه مشكلة كبيرة، وأنا كتبت فيها كتابا اسمه المرجعية الدينية الجعفرية ماذا عن المستقبل. بكل صراحة أنا لست من الناس الذين يقولون أنه المرجعية محفوظة بحفظ الله أو كذا، هذا لا. نعم المرجعية كمبادئ وأفكار هي مقننة من الله ومقننة من الفقه، لكن تنصيب المرجع وحفظ المرجع هذا يرجع إلى المجتمع ويرجع إلى القوانين الوضعية ويرجع إلى القوانين الاجتماعية. طيب باتفاق الآراء كما أعرف إلى حد ما إلى أنه الآن مرجعية النجف تخلو من الفقهاء الكبار اللي هم على النمط الآباء الأولين، يعني مثل السيد الأخوي، مثل السيد الشهرودي، مثل السيد السيستاني، مثل السيد حتى إسحاق فياض، مثل الشيخ إسحاق فياض، هذه يقولون ما موجودة هالشيء، يعني نماذج كبيرة. نعم أكو موجود من الخط الثاني، لذلك ومن الصعوبة واحد يتكهن أنه من اللي راح يجي، ومن هنا في الحقيقة هذه مشكلة تعانيها النجف وكذلك تعانيها إيران، لأن الآن حتى في إيران إذا ذهب المرشد إلى أنه أيضا هناك حيرة من الذي يخلف المرشد، فهذه الحقيقة وهذه تقلق كثير من رجال الحوزة المتبصرين والذين لا يعيشون الغيبيات الغبية الغيبيات الساذجة، يقول لك خليها على الله ولا المرجعية محفوظة برعاية صاحب الزمان، هذا أنا ما أؤمن به. لذلك لأنه الآن يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم إلى أنه من يصير وما حد يصير، لأن هذه مسألة صعبة. طيب. ولكن في رأيي في تصوري من ناحية موضوعية يعني أنه الخط الثاني اللي هم يعني مو الآباء الأولين، الخط الثاني اللي موجودين اللي هم المتصدين للتدريس والمعروفين أنهم مجتهدين. طيب. أعتقد هؤلاء لو يتفقوا على واحد على واحد ويكونوا هم عضداء له معارضين له ومهار، سوف يخلقون مرجعية ليس لها مثيل ولعلها توازي مرجعية السيد السيستاني. لكن لا اتفاق من وجهة نظرك إلى الآن؟ لا اتفاق من وجهة نظرك إلى الآن؟ هذا صعب بس نأمل من الله أن يكون هذا. أبو برير الأستاذ إبراهيم العبادي كتب عن الظاهرة السيستانية، مو أنا اللي كتبنا، أنت كتبت عن الظاهرة السيستانية؟ كتاب اسمه السيستاني راهنا. وأيضا هو تحدث في كتاب كتبي عن كتب الظاهرة كتب السيستانية. هو الآن راح يشوف اللقاء ويعقب أكيد يعني. كتابي. كيف تقرأ السيستاني؟
كيف قرأت السيستاني؟ السيستاني هو تقريبا خلاصة تجربة المراجع الكبار القديمة، يعني خلاصة الخميني وخلاصة الخوي وخلاصة محمد باقر الصدر. يعني أنا متأكد أنه درس كل هذه التجربة فخرج بنتيجة أنه المرجعية تكون خيمة للوطن ولا تتدخل إلا عندما يتعرض الأمر لمخاطر كبيرة. أما يتدخل بالتفاصيل فهذه تسيء للمرجعية وتسيء للدين وتؤدي إلى نتائج عكسية. وهو لم يفعلها. وهو لم يفعل ذلك أبدا نهائيا. ثم بعدين ضرب المثل الأعلى بالزهد حقيقة، يعني هو من الناس، شوف يعني هسه المكتب من مكتب السيد السيستاني من يطلع رسالة أو بيان ما يقول آية الله العظمى وكذا، يقول سماحة المرجع فقط أو المكتب مكتب المرجع فقط يعني. وهذا نهج حتى أولاده في الحقيقة، واحد حسين الله يعني. ففي الحقيقة هو ضرب فد مثل كلش كبير في ضبط المسار وفي ضبط الإيقاع، والله الستان إذا يعني هو الآن صمام الأمان. تكاد عيني تدمع عندما ألمس خطوة من السيد مقتدى المحترم لصالح الإسلام، لصالح العراق والإسلام والمذهب. على ضوء ما يطرح الآن، سمعتني ايش قلت؟ أنت كاتب، أنت حضرتك كتبت تكاد تدمع عيني، خاف ما سمعتني زين. عندما ألمس خطوة من السيد مقتدى الصدر المحترم لصالح العراق والإسلام والمذهب طبعا. على غرار ما طرح الآن من مشروع التيار الوطني الشيعي، نعم. هل تعتقد أن السيد مقتدى الصدر سوف يدير مشروعا شيعيا وطنيا جديدا مغايرا لما طرح أو ما هو موجود؟ أنا مع هذا المشروع بس بشرط أن يعني تعقبه خطوة. الخطوة هي إلى أنه يتحول، هو كان التيار الصدري وكان الأحرار متمام، ثم تحول إلى التيار الوطني الشيعي. أتأمل أنه بالمستقبل يكون عبارة عن التيار الوطني، عبارة عن تيار وطني الوطني. وهاي مفردة الشيعي، ويعني أنا أعتقد سوف يحذفها في المستقبل. الواحد مثلا الآن هو في الأيام الأخيرة لاحظت إلى أنه هو قلل من كلمة آل الصدر وآل الصدر وخط آل الصدر. وأنا طبعًا كتبت كتاب اسمه رسالة إلى السيد مقتدى الصدر، نعم، وكتبت به إلى أنه هذه العبارة مال خط آل الصدر هي علميا خطأ، لأنه ما معلوم الآل ما يصيرون خط، أفراد يصيرون خط، خط محمد باقر الصدر، خط محمد صادق الصدر، أما خط آل الصدر، خط آل الحكيم، خط آل ماكو شيء، خط آل كارل ماركس ماكو شيء. لذلك هذا الخط آل الصدر، خط آل هي هو عبارة عن يعني أدلجة للعائلة، وهذا غير صحيح إطلاقا. يعني لو أن محمد باقر الصدر من كتاب فلسفتنا كان لازم يكتب فلسفتنا تأليف آل الصدر؟ لا. لذلك في الحقيقة هو أخذ يتجنب هذه الإشارة وأخذ يقلصها، وهذا فالشيء لصالحه هو ولصالح شعبنا ولصالح الشيعة ولصالح المسلمين ولصالح المسيحيين ولصالح العراق. تواصلت ويا السيد مقتدى مرة واحدة؟ مرة واحدة، مرة واحدة. سولف لي عليه. والله كان لطيف وظريف. يعني زرته؟ زرته يعني؟ أنا زرته. زين احكي لي. كان لطيف وكان متفاعل وكان النبرة الوطنية واضحة في الحقيقة. وهو حشى فد حشاية، قلت له سيدنا يراد انه هذا التيار انه تخل بي ولا ازال اركز في اي عام عفوا حتى خليك تكمل في بدايات يعني. التيار بدايات فقال لي زين تعال انت واشتغل في هذه القضية. قلت له يعني متهم علماني ومدني. قال شف ماكو فرق بيني وبينك، بس انا يريد الدين العلماني يجيني حتى يثقف التيار العلماني يروح السويد. يعني ضربني في البسمار. قلت كتبت ايضا تقول انه يتقبل النقد عنده. اي هو حقيقه واقع الاشياء الله يتقبل. انا مني بعد مع الاخرين هذا السلوك ماكو، لكن انا لا، يعني انا حتى بهذا الكتاب انتقدت انتقاد قوي يعني، وكان مرتاح للكتاب جدا حسب ما سمعت يعني. يعني قاري ورغم انتقادك إلى الموضوع عادي يعني مر مرور الكرام يعني. يعني حتى رسمت حوالي 17 نقطة اقترحتها للتيار الصدري يعني موجودة، وإن شاء الله أجيب لك نسخة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. تعتقد أنه يمثل زعامة دينية سياسية؟ ممكن نقول عليه هيك يعني؟ شلون؟ يمثل زعامة دينية سياسية الآن يعني؟ لا هو يمثل زعامة سياسية. زعامة سياسية؟ إي لأن هو مو مجتهد. مو مجتهد ومو مثل محمد باقر الصدر يعني، فهو زعامة سياسية ولكن مطعمة بالدين ومطعمة بالقيم الدينية. بماذا يختلف مقتدى الصدر عن البقية؟
انتقدته وانتقدتهم. نعم نعم. شوف سيد مقتل الصدر يمتاز عن الآخرين بشعبيته وعفويته. الشعبية والعفوية. الشعبية والعفوية هذا، بعدين يمتاز بشعاراته القوية. يعني ما يهاب، إذا طرح شعار قوي ما يهاب. الآخرين يهابون اللي يطرحون شعارات قوية. زين. كتابك كشف المستور، ماذا بقي مستورا حتى نكشفه؟ الكشف عن المستور؟ آه. الكشف عن المستور. الكشف عن المستور. إيه هذا شيء ماذا بقي؟ لا هو هذا مو سياسي. ها. هذا ديني. ديني. إيه هذا له علاقة بالروايات ذات الغرض ال. ذات الغرض السيء والذي يعني ركب في رقبة أهل البيت عليهم السلام وهم أبرياء من عنده. أي روائي يعني. أي. علاقتك بالمرأة كيف تصفها إلي؟ ليش سألت هذا السؤال؟ ها؟ ليش؟ ها معاني بالعودة إلى ذاكرة معينة. أصدقاء مزايليك قالوا المرأة تحتل مكانة مهمة جدا وكبيرة في داخل الأستاذ غالب الشابند. صحيح. أي. وكتبت كتابا. طيب انت ليش تسالني تقول لي كتبت كتاب على الجسد الانثوي 800 صفحه. اها اسمه الجسد 800 صفحه. 800 صفحه. وكتبت على شاكيرا. وكتبت على برجيت باردو، وكتبت على فيروز. وكتبت على ام كلثوم. المراه بالنسبه لي سحر، سحر اخاذ، وهو من الامور التي لا استطيع ان اقاومها. عجيب. يعني انت دون جوان اقاوم الفلوس. لا بعد هي شنو هو شنو اللي هي هي المراه خو مو بس جسد هي يعني لا وين وين كان الجسد هو النقطه الفارقه في شخصيه المراه. هسه بعضهم يقولون جمال الروح، انا ما بقتنع بهاي القضيه. جمال الروح شنو؟ هي الروح احنا نشوفها حتى جميله. هو الجسد في الحقيقه، جمال الجسد، الشكل هو الملك. تفهم شلون؟ واحد يجي يقول لي انه اذا اجتك وحده مثلا اخلاقها زينه ووحده اخلاقها، اقول له لا والله الحلوه لان هاي بعدين صنعت اخلاق زينه، لكن اذا هي اخلاقها زينه وجسدها ليس بذاك الشكل. طيب طيب يعني استاذ غالب شنو رايك بتغلغل المراه الان في جسد الدوله، جسد بعض النساء، تغلغل اجساد بعض النساء البلوغرات والفاشنستات في جسد الدولة العراقية؟ تدخل شيطاني ودليل على شراهة هؤلاء ودليل على أنهم لم يروا مرأة بالسابق. أها والله. إيه؟ هذا يشبه بذلك الذي لم يركب سيارة واشترى سيارة جديدة. إيه؟ ثم يأخذه الغرور فيجتاز أنظمة المرور وكذا. لا حاجة هذول هؤلاء هؤلاء لو كانوا حقا يمتلكون جسدا انثويا يعني عندهم كانوا علاقتهم بالمراه قويه قبل هذا ما يقعون بهذه الطريقه وبهذه. طيب ليش مكنوا؟ لها مثال حجي، العلاقه بالمراه بها فن وبها علم وبها فكر وبها ريحيه وبها جاذبيه وبها شعور وبها احساس وبها نظرات خفيه وبها نظرات علنيه، بها همسات، بها ايحاء. هذول لا عندهم ايحاء ولا عندهم نظره خفي شفافه ولا كذا، يعني علاقتهم بالمراه علاقتهم بالبانيه والبيتنجان والشجر. لماذا مكنوها يعني هذه العناوين البلوجرات والفاشن الفاشنستات، لماذا مكنوهم بهذه العناوين بلوجر فاشنستا، مكنوهم من مكنوا الدوله يعني الان مكنوا بعض النساء على مقدرات الدوله يعني؟ والله هذا ضعف، هذا اللي اعتقده ضعف. ضعف إيه. المراه العراقيه بين الامس واليوم كيف المراه تصف؟ العراقيه من انبل بين الامس واليوم. شوف المراه العراقيه بالامس كانت امراه بالمعنى الحقيقي، تلك المراه التي تضرب الارض برجلها وتخرج الخير من داخل الارض. تفهم شلون؟ إيه. وكانت مقدامه، وعنك يقولون كانت بدائيه وكذا، كانت تملك حسا شعريا وحسا فطريا رائعا. واضح ولا لا؟ واضح. المرأة الحالية لا تملك هذه الجرأة وتكاد أن تكون يعني تتعامل مع الأمور السطحية، الأمور السطحية والهامشية هي التي ملكت عليها لبها. أما نسواننا ما قبل كانت مربيات وكانت شاعرات، وصحيح مو مهندسات ومو طبيبات، وهي الثقافة مو بالهندسة وبالطب والكذا، تلقى طبيب هو جراح كبير لكنه ما عنده ثقافة. لماذا لا يجود زماننا الحالي بزها حديد ثانية، بنزيهة سليم ثانية، بلميعة عباس عمارة، بنازك الملائكة، ببنت الهدى، بأمثلة كثيرة؟ عصر التفاهة حاج، عصر التفاهة، وليس بالعراق فقط يعني حتى في حتى في يعني هي في الظاهرة ظاهرة العولمة وظاهرة كذا
قعدت بالشعور الإنساني وأخلد خلدت به إلى الأرض، يعني ماكو مجال أن يرتفع بها إلى السماء. هسه أنا أقدر أقول لك فريد شيء، الآن كل المطالب اللي إحنا نطالبها وكذا كلها أكثرها مادية، مثلا أنا شفت المطالبة بـ 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 بأمور جمالية، مطالبة بالفنون، مطالبة بالمسرح، الآن أكو مطالب أنه تطوير المسرح ما موجود، صحيح ولا مو صحيح؟ زعلانين عليك هواي شيوخ العشائر، ما أحبهم، هاجمهم ويقولوا احنا نحن اول من لبى، هم يقولوا نحن اول من لبى نداء المرجعيه في فتوى الجهاد المبارك، نحن من امسك بزمام الامور حين ذهبت الامور باتجاهات مختلفه، واستاذ غالب كلش قاسي علينا وينعتنا باقذع الاوصاف. هذه نوادر حجي، انا ابن العشيره واعرف هذه نوادر. طيب والآن العشيرة تعتبر، بس أنا سمعت المقاطع مالتك، قسمة والمجتمع عموديا سمعت المقاطع، ها انت ما مخصص، لا 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 ما لا, 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 لا إلا ما ندر، من بعض إلا ما ندر، لا إلا ما ندر. شيوخ العشائر الآن بشكل عام عالة على الواقع الاجتماعي، عالة عالة على المجتمع، ودا يساهمون مساهمة جدا كبيرة في ترييف بغداد، ترييف بغداد، ودا يساهمون مساهمة جدا كبيرة في ترييف الدولة، ويساهمون مساهمة جدا كبيرة في اللعب السياسي لأن الأصوات تباع وتشترى، ورئيس عشيرة يأتي إلى رئيس وزراء أو إلى وزير أو واحد نائب يريد ينتخبه يقول له هل قد لازم حطني، فهم الآن من العنصر المخرب في الدولة وليس من العنصر الباني. أخي العزيز خليني أقول لك شيء، لو أن هؤلاء رؤساء العشائر ثق واعتقد لو حولوا المضيف إلى مدرسة وحولوا المضيف إلى والقرية إلى 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 مساحة من الأرض المزدهرة بالزراعة وبالحب وبالقعدات وبالمدارس، أحدهم زار مدارسهم؟ أحد رؤساء العشائر زار المدرسة في قريته؟ أحد رؤساء العشائر لما شاف طالب بالقرية طلع أول راح واخذ جماعته وقدم له فد شيء؟ أحد من هذول رؤساء العشائر راح جاب له ممرضة وخلاها تلقي دروس على نساء العشائر الموجودة هناك بالطبخ الصحي؟ أحد رؤساء العشائر ها راح ويا المصرف الزراعي وتفاهم وياه على أن يكون المصرف مثل؟ أخي العزيز رئيس العشيرة الآن هو سياسي احترافي استحواذي وليس انبساطي وليس مو خير بكل صراحه، إلا ما ندر. والاقطاعيات السياسيه الان هي كنايه عن اقطاعيات عشائريه سابقه، ما واضحه. ليش انا الان كل شيء بتهب مكانها اطالب رئيس الدوله ورئيس وزير العدل زين ها وان يحذفوا الانتماء العشائري من الموظفين، من الموظف ايوه من الدائره، شنو الشمري والفتاوي والعيساوي والكذا والشحماني والغريباوي والكذا، شنو؟ ماكو داعي لها، هذه حتما تخلق نوع من الحساسيه. يعني ايش قد حلو لما الموظف مثلا اسمه واسم ابوه واسم جده، صحيح ولا مو صحيح؟ فهذه في هذا الحال يمشي حتى على مجلس النواب وعلى طبعا وعلى المناصب في الدوله وعلى رئاسه الوزراء وكذا، اخي هذه فتنه فتنه يعني. هذا تكثيف الشنو؟ ان تكثيف لماذا ان يذكر اسم العشيره الا يذكر اسم شو يكثفون به؟ هو هذا دليل على ضعف الدوله، دليل على ضعف الدوله. هسه واحد مره ناقشني قال لي هذا بالاردن موجود، قلت له احنا يعني شنو مجبرين الى انه اذا الاردن صار تجربه غيرنا حتى وان كانت سيئه؟ يا سياده رئيس وزراء يا مجلس النواب، هذه قضيه اسم الموظف انه انتماء للعشائر والضباط شيلوها لان تسوي فتنه، لنسوي حزازية مهما كان. واحد من آل مرة سمعت واحد بالدائرة قال له هذا من جماعتنا كذا، والله العظيم على موظف يمشينا نعم الأمر. نعم تمام نعم لو مو تمام صح. فالعشيرة ما الذي يعني. ما الذي يميز المواطن الشيعي في العراق عن سواه في الأردن في بلدان الخليج في بلدان أخرى آسيوية أو أفريقية؟ ضحية 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 المواطن الشيعي ضحية ضحية ما الذي شكل أو يشكل شخصية هذا المواطن؟ وأي من العوامل تنشئ تبين بشخصيته أكثر؟ التعليم الحكومي، دور الدولة، أم المجالس بالنسبة للمواطن الشيعي؟ أم المجالس والطقوس ودور المواطن الشيعي؟ بالنسبة للمواطن الشيعي أكو قراء حسينيين حقيقة يبنون الشخصية الشيعية خلال الوائلي. إحنا الآن مرحلة الوائلي راحت،
مرحلة حسين الشامي راحت، كذا راحت، مرحلة حسن الشخص راحت، مرسلة جواد شبان راحت. الآن احنا نفتقر تماما وتماما. الآن من الموجودين يعني يشكوا هذا اللي يقرص لطفله حتى يمشي، وهذا اللي يقول له بوخر منا حتى تسوي مكان صاحب الزمان، وهذا اللي يقول إلى أنه كذا. الآن المنبر يمر في مرحلة مأساة، والمرجعية الدينية ينبغي أن تعمل على رفع هذا اللبس. نعم عندنا كم قارئ حقيقة يؤدون واجبهم، ثم أنت منبر حسيني تقرأ على المنبر الحسيني تحلل سياسيا الأوضاع العالمية، منو قال لك أنت تحليلك صح؟ إيه؟ لا كلامي سليم لا. إيه طبعا. إيه؟ أنت من تريد تحلل إلى أنه أمريكا تريد تستنفذ الاتحاد السوفيتي في أوكرانيا. يا أخي أنت شنو أنت؟ أخي العزيز المنبر الحسيني مهمته بناء الفرد، بناء الأسرة، وصلنا بناء إلى الدولة. وصلنا إلى نقطة مهمة أستاذ غالب. أكو تناقض عقائدي تاريخي بين العقيدة الشيعية وبين الثقافة السياسية السائدة لدى الشيعة، هم غير متصالحين مع التاريخ السياسي، هكذا يقال. هذا صحيح. موجود. كعلاقتهم مثلا بأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد، يوجد وصولا إلى صدام. شوف. وصولا إلى صدام حسين. احنا خلينا نصير صريحين، الشيعة منذ أن وجدوا بفعل ظروف سياسية إلا ما ندر مو متصالحين مع الدولة. نعم اجت فترة تصالحوا مع الدولة وحصلوا كثير، سلم الشريف المرتضى والمفيد والطوسي تصالحوا مع الدولة البويهية. طيب. حتى مع الدولة السلجوقية تصالح بعضهم مع الدولة السلجوقية. حتى بعضهم تصالح مع المغول لكن في نطاق إنقاذ الأمة الإسلامية، لكن من دخلوا في صراع بعدين لا، يعني الآن ماكو تصالح تقريبا من الحرب العراق، يعني ماكو تصالح مع الدولة حتى في دول أخرى يعني. فمن الضروري إعادة النظر في رأس أبو جعفر المنصور. يحتاج كل هذا العناء الآن، كل هذا إسالة الأقلام والجدل في السوشيال ميديا وفي ولا ريب أن جعفر المنصور أبو جعفر المنصور قتل كثير من أهل البيت، قتل كثير من الناس، وهو قاسي. بس إحنا عندنا قاعدة، كل واحد له إيجابيات وسلبيات بمقدار ما نذكر كذا شيء. يعني أنا أي واحد يساهم في بناء بغداد أنا أعتبره زين، حتى كان يشرب حسب ما يقولون مثلا يشرب الخمرة كذا كذا. ولأما تعال سمي بغداد بأنها عاصمة الإمام الكاظم فهذا اعتداء على الإمام الكاظم سلام الله عليه، لأن الكاظم إمام العراقيين وكانوا الناس يسمونه محبوب البغداديين. فإحنا ما نريد محبوب النهر ولا محبوب القصر ولا محبوب المستشفى، إحنا نريد يبقى محبوب أهل بغداد. ولعلمك إن أهل السنة هم الذين أطلقوا على الإمام الكاظم باب الحوائج. كيف؟ لأنه كانوا يتوسلون بالله عز وجل عن طريقه باسمه، وكان الله يستجيب لدعائهم. فالإمام الكاظم هو إمام بغداد وليس خليفة بغداد. لا هذا خطأ كبير يا جماعة، لن ننزل من قيمة هؤلاء الأنوار المقدسة، هؤلاء يمتلكون شرع الله، هؤلاء يشرعون لنا أحكام الله عز وجل، هؤلاء قيادتنا، قياداتنا الروحية يا ناس. بالتالي أنت مع رفع التمثال رأس أبو جعفر أم يبقى لا، مع العلم أقول لك أن أبو جعفر المنصور أجرم في حق كثير من الناس بما فيهم سنة وشيعة، مو بس شيعة يعني، بس كل شيء بحسابه. عيد الغدير ها؟ عيد الغدير، قصة عيد الغدير الآن العطلة يعني هذا خوش جبتها. أنا مع رفع الأعياد الدينية، حتى عيد المسيح، حتى العيد النبوي. ليش؟ هذا يسبب مشاكل أخي. ولاخي نعم إحنا نحتفل بقلوبنا. نعم العيدين، العيد عندي رأي بيها إنه يومين فقط اللي يشتركون به السنة والشيعة، لأنه هذا قال باشر اكمال العده طبعا، وواحد قال باشر عيد، حتى هذا مختلف فيه، وهذا هذا مختلف فيه، مو بس عيد الغدير. يا يعني. عمي يا عمي شيلوا هاي الاول اليوم زين، وخلي الدوله تصدر القانون انه عيدين لها يومين فقط. يقول لك اني اغلبيه فيه. عدديه نخلص من كل هالمشاكل. اني اكثريه واغلبيه عدديه، بالتالي اعياد يجب ان تنضى وتذهب. يعني هذا قضيه عقائد يعني، يقول لك هذا عقيدتي شنو يعني، انا لي حق بعقيدتي يعني زين. يقول لك انت اقليه واكثريه يعني، المسيحيين اقليه ليش تطيهم وتطوهم هذا تمام لو تمام شو الوضعيه هذه؟ فهنا الوضعيه هاي الاعياد الدينيه
لا داعي لها أبدا، نكتفي فقط بالأعياد الوطنية والوطن فوق الأديان والمذاهب. الأوطان يعني إذا ضاعت الأوطان ضاعت الأديان، ولكن إذا ضاعت الأديان ليس شرطا أن تضيع الأوطان. أبو عمار ذهبت الدقائق معك سريعة، بس أنا عندي مجموعة أسماء حقيقة أريدك توجه لهم رسالة أو تعطيني رأيك فيهم. أبدأهم بالسيد المالكي. والله أقول للأخ أبو إسراء، أخ العزيز، نحن بلغنا من العمر عتية، وأتمنى أن ترجع إلى ثقافتك الدينية والإسلامية وتربي الشارع على الثقافة الدينية والسياسية، وتقود الحزب وتحوله إلى حزب جماهيرية وحزب نخبوي مثل قبل، وتترك هاي السياسة والصراعات السياسية. السيد عمار الحكيم، والله أنا نصحت السيد عمار وأقول لأنه السيد عمار الحكيم أخي العزيز أنت جنيت على بيت هذا الحكيم. الشيخ قيس الخزعلي، والله يعني الشيخ قيس الخزعلي أقول له يعني عليك أن تعمل على تذويب العصائب والحشد في الجيش. السيد مقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر أقول له سيدنا ليس كل داعية فاسد، ولا كل سني ناصبي، ولا كل بالمجلس الأعلى مو صدري، لذلك من الخطأ أن تحكم حكما واحدا على الجميع. وأرجو أن تفتح صدرك لكل خير سواء في حزب الدعوة وبالحزب الإسلامي وبالحزب الكردستاني، هذا هو الطريق الصحيح الذي كان يؤمن به محمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر. عمار المرحوم رحمه الله، عمار الشابندر، عمار الشابندر ليس شهيدا. ليس شهيد عمار، ليس شهيد، ليس شهيد، لأنه كان يمشي جت سيارة وكتبت شنو يعني شنو هاي قمة الباقين، قمة الانفتاح على الذات والصراحة. نعم. قمة الصراحة هاي اسمحها. ليس يعني شهيدا. حتى الحق، حتى المفهوم الشرعي للشهادة لا ينطبق عليه. نعم ضحية. أما هو شهيد لا. ثم هو شهيد شنو تعريفه؟ أقول الشهيد ما يطلق الشهيد إلا الذي يقتل في ساحة المعركة. أما اللي يقتل خارج ساحة المعركة حتى إلى جاب. المرحوم عمار اختلف عن خطك يعني في حياته، أسس خط آخر غير هذا الخط الإسلاموي اللي أنت يعني هو كان وطني. يعني كان العراق عندما ولذلك عاف السويد، عاف كان مرشح أستاذ بالجامعة بالسويد، كلها عافة وكذا. شكرا لوجودك الكريم أستاذنا وحبيبنا أبو عمار الغالي الأستاذ غالي. ثق وأعتقد يا أخي العزيز، لا ما عندي أي رسالة في حياتي سوى العراق. وإذا ضاع العراق ضاع الله في نفوسنا، وضاع عمر وأبو بكر وعلي والحسن والحسين، وما يبقى لا دين ولا مذهب ولا وطن ولا كلام. فيا قادة العراق من سن وشيعة وكرات تربي، أنتم بذمتكم مسؤولية كبيرة. هذه الرسالة الأخيرة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا حبيبي أستاذنا الغالي الكاتب والمفكر الأستاذ غالب الشامل. آسف إذا أسئت أو إذا غلطت أو إذا عني أنت في حلم مني، أما من يسمعك ويقول لا طبعا راح تشبع من هذا النقد. شكرا جزيلا أحبتي. ختام أول الحديث مع ضيفي الكريم الأستاذ غالب الشابندر كالمعتاد، استودعكم بحفظ الله ورعايته، دمتم سالمين طيبين وإلى اللقاء.